السلام عليكم، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم أحبائنا الطلبة. اليوم تجربة إن شاء الله جديدة في موضوع أو مقرر أساسيات الاتصالات للمرحلة الأولى. طبعا مثل ما تشوفون إحنا التجربة مالت اليوم هي من ضمن المنهاج المقرر لمقرر أساسيات الاتصالات، وهو أنه شلون أو كيفية كتابة التقرير. ف how to write practical laboratory report. هنا عندي احنا طبعا حتى نفتهم الشغلة بالضبط، طبعا قد يكون هذا الموضوع يعني ما متطرق في كثير من المختبرات، لكنه موضوع في غاية الأهمية. طبعا مثل ما تعرفون التجربة بعد ما تنفذ يجب أن يكون هناك تقرير عملي يقدم من قبل الطالب في التجربة المنفذة. هذا التقرير يعني أقل شيء أتليس هو يمثل ثلث الدرجة يفترض من هذا التقرير، بتفسيرات وبنتائج وببروسيجر وهي آلية العمل أو طريقة العمل، وأيضا بمناقشة نتائج، وأيضا بالخلاصة وسنرجع تفاصيل التقرير. لذلك استوجب أن يكون هنالك محاضرة بهذا الخصوص، لأن يعني طالب لأول مرة مثلا يدخل مختبر ما مقدم تقرير سابقا مرحلة أولى، يعني هذه بداية حياته الأكاديمية. فإن شاء الله أيضا بالمستقبل هيحتاج أنه يكتب تقرير لمسؤولة في المؤسسة أو العمل إلى آخره. بدءا إحنا أول شيء حتى ما ندخل تفاصيل معقدة ندخل تفاصيل مهمة، مما يتكون التقرير. يتكون التقرير مثل ما تلاحظون من التايتل وهو العنوان. طبعا من قلنا تايتل بيج يعني الأول صفحة هي تكون تايتل، وأيضا تكون أسماء الجروب أو مجموعة الطلبة، لأن ربما يكون مجموعة من الطلبة. طبعا هو كل طالب يقدم تقرير، ولكن في العمل أكو مجموعة اشتغلت هذه التجربة، كان يكون ثلاثة أربعة إلى آخره. فإذا يذكر أول شيء طبعا اسم الجامعة، اسم المعهد، اسم القسم، الموضوع مالته المقرر، وأيضا المرحلة. وبعدين يذكر التايتل مال التجربة، شنو التجربة، شنو عنوانها مثلا اليوم، كيف كتاب تقرير على سبيل المثال. وبعد ذلك يذكر المجموعة مالته، وأيضا يذكر التاريخ اللي تم تقديم فيه التقرير. بعدين يجيك وراها introduction وهي المقدمة، مقدمة من هذا الموضوع. هسه نجي علينا نشرحها بالتفصيل إن شاء الله. ثم تجيك موضوع آخر أو سكشن آخر أو قسم آخر، وهو يسحول الميثود عن ماتيريال. طبعا هنا الميثود عن ماتيريال وهي أنه عندك تحاول مثلا أنت شنو اللي المواد استخدمتها، وأيضا شنو آلية العمل أو شنو المستلزمات استخدمتها والأجهزة إلى آخره. وهنا عندنا experimental procedure وهي هنا تجي خطوات العمل، ما هي خطوات العمل التي أجريت. ثم تجيك result وهي النتائج، وبعدين discussion وهي المناقشة، وبعدين conclusion وهي الاستنتاج، والreferences وهي المصادر، والappendices وهي الملحقات، أو مثلا أنت تضيف بعض الصور، تضيف بعض البيانات، عندك نتائج كثيرة تضيفها بالappendices. نجي أول شيء المقدمة، نشرح المقدمة. شو المقدمة؟ ماذا تتضمن المقدمة؟ طبعا مقدمة الموضوع عادة هي تكون هي يسموها خلفية الموضوع، يعني أنت مثلا شتي تكتب الموضوع. أولا أنا أحتاج أكتب قوانين، أحتاج أكتب معادلات رياضية، أحتاج أكتب فد باكجراوند على الموضوع اللي أنا أسوي. مثلا وقلنا سفرضا عندي قانون أوم، لازم أول شيء أعرف قانون أوم هو شنو. قانون أوم شنو البارامترز اللي تتكون معدها؟ قانون أوم مثلا ممكن أعطي examples عليها، وهكذا يعني يعتبر هو الانترودكشن، المعرفة النظرية للموضوع. طبعا مع إبراز، وطبعا ممكن إذا مثلا تحتاج تضيف مصادر للانترودكشن إذا استوجب الأمر. ويجب أن تبرز بالمقدمة كيفية ارتباط تقريرك بالمعلومات الخلفية، وأيضا شيء مهم جدا لازم تكتب بالهدف من التجربة. شنو الهدف من التجربة؟
الآن من أريد أسوق عن أم، ليش أريد أسوق عن أم؟ طبعا حتى أعرف والتعرف على كيفية تنفيذ قانون أم واستخداماته وتطبيقاته إلى آخره، هذا يعتبر هدف. أنت حتى تبني مقدمتك فيجب الإجابة على السؤالين التاليين. أولا تقول ما هي المعرفة النظرية عن موضوع التجربة، يعني أنت لازم عندك معرفة نظرية اتفقنا على التجربة حتى تقدر تبني مقدمة. إذا ما عندك معرفة نظرية تروح تقرأ على هذا الموضوع حتى تبدي تبني المقدمة. الشيء الثاني هو هذا الهدف، لماذا أجريت التجربة؟ الهدف معده وأنا استفاد معده، هذا أيضا ينذكر بالمقدمة. بهذا السؤال إذا قدرت تجاوب عليه أنت تبني مقدمة ما عندك مشكلة. نجي بالنسبة للمواد وإجراءات العمل، طبعا دمجتهم هي يعني كانت البروسيجر والماتيريال الأخرى فدمجتهم لأن هي متقاربة. طبعا مثل ما تعرفون أنا مثلا شحتاج، أنا أحتسوي تجربة لقانون أم، نجي على نفس المثال شحتاج أحتاج مثلا إلى مقاومات، أحتاج إلى أوفوميتر، أحتاج إلى مثلا أوسيلسكوب، لربما أحتاج إلى فاكشن جنريتر ودي سي باور سبلاي إلى آخره. إذن شنو هذه المواد؟ أحتاج إلى وايرات إلى آخره، هاي يسموها المواد والمستلزمات اللي أحتاجها. الشيء الثاني مثلا الآلية العمل، طبعا تعرف أنت كل زين آلية العمل كلش مهمة وهي روح التجربة نسميها، وفيها يكون خطوات العمل. مثلا تقول أنا أولا أربط المقاومة رقم كذا مع المقاومة كذا على التوالي، ثم أقرأ التيارات وأقرأ الفولتيات الموجودة بالدائرة، بعد ذلك تغير ربط خطوة أخرى تغير ربط إلى ربط توالي وأيضا تبدي نفس القراءة، بعد ذلك تدمج جدولين مع بعض. فهذه يسموها آلية عمل. أنت شو مش حسوي بالضبط، شنو الخطوات اللي حسويها في هاي التجربة؟ بس أنا نقول هذا القسم حتى أبني إذا لازم عندي سؤالين أيضا لازم أجاوب عليهم. أولا السؤال الأول، ما هي المواد والمستلزمات اللازمة؟ يعني أنا شو أحتاج من مواد، من أجهزة، من مستلزمات أخرى حتى أبني هذه التجربة، حتى أجري هذه التجربة. الشيء الثاني شنو الخطوات؟ أنا ربما مثلا عرفت شنو المواد اللي أحتاجها، مثل ما قبل شوي قلنا عندي محتاج أوفوميتر، مقاومات، وأيضا محتاج إلى وايرات، بس هذا ما يكفي، يفترض أنه عندي آلية عمل أو خطوات عمل. هذه الخطوات هي اللي أنا سوف أتبعها في إجراء التجربة، قد تكون 3 خطوات 4 5، هذا يعتمد على أنت شتريد بالضبط أو أنت والأستاذ. وأيضا ممكن ضايفين معلومات بسيطة ممكن تطلع عليها. النتائج طبعا شيء مهم جدا، النتائج شنو النتائج؟ طبعا بطبيعة الحال أنا من أجي أسوي تجربة إذا لابد أكون نتائج عملية تظهر. قد تكون نتائج تكون رقمية بشكل أرقام، قد تكون مثلا رسم على الأوسيلسكوب على سبيل المثال بما يخص تخصصنا، وقد تكون نتائج أخرى. أهم شيء أنه أنا هذه النتائج أحاول أجمعها، مثل تكون رسوم بيانية، صور فوتوغرافية، مثل جداول أشكال، مهما تكون هذه النتائج تجمع هذه النتائج، هذه هي الحصيلة من التجربة أو المحصلة اللي حصلتها من هذه التجربة. وذلك مهم جدا النتائج أنه لازم أني أتعرف عليها. الشيء الآخر بالنتائج، أنت متري مثلا النتائج مو فقط خليها فقط مثل بعض الطلبة نشوف بالتقاريراتهم مجرد جاب نتائج وصفتها بالعامية، نقول يجي خلى النتائج بدون ما يحكي عليها بدون ما يسولف عليها. النتائج لازم أكو فد كلام عليها. الكلام شنو الكلام؟ مو مناقشة، وصف للنتائج. يعني أنا لازم أوصف النتائج بشكل منطقي تسلسلي سرد قصصي إلى آخره. بس يفترض أنه هذا الوصف يكون قبل ما يظهر الرسم، يعني مو مثلا أخلي الرسم ثم أكتب عليه، لا، مفروض أول شيء أكتب نص وأخلي مثلا الفيجر، مثلا فيجر رقم كذا أشيله، ويكون الرسم بعد النص. نجي على المناقشة. بالنسبة للمناقشة عندي طبعا شنو المناقشة؟ طبعا المناقشة هي جزء كلش مهم، وهو يعبر عن فهم الطالب للتجربة بشكل كامل. المناقشة شو تتضمن؟ هي طبعا المناقشة أولا تتضمن مناقشة نتائج من نواحي كثيرة. مثلا على سبيل المثال أني طبعا قبل ما أجي أسوي تجربة أكيد أنا مسوي الحسابات والتصاميم النظرية اللي هي قلنا عليها بالإنترودكشن.
فإذا عندي تخيل وعندي تخمين للنتائج شنو حتظهر. ظهرت نتائج عندي قد تكون بها اختلاف عن ما هو بالنظري، هذا يحتاج إلى مناقشة، يحتاج إلى تفسير. واضح؟ يعني حتى لو تستعين بالأستاذ ما تستعين بزملائك طبعا لغرض مناقشة، حتى يكون للتقرير يكون تقرير أهلية أنه فعلا يسمى تقرير فيه كل التفاصيل. طبعا احنا بالنسبة ان النتائج مثلا الشيء ضمن مناقشة، مثلا عندك رابط النتائج بالهدف، ماذا تقول؟ آه نعم حققت الهدف اللي انا رايده. زين هاي النتائج هي عبارة عن حصيلة للهدف التجربة اللي احنا يعني مثلا تقدم تفسير التجربة انتجت تلك النتائج، تقدم مثلا مقارنة مثلا هاي قبل شوية حكيناها. يعني اكو فشي يسعوا لكم يعني مثلا نسميه تقليدي. زين هذا التقليدي نتائج تقليدية، انت سويت نتائج جديدة تحاول تقارن معها، او مثلا انت عندك نتائج فرضا عندك دائرة كهربائية، انت ظهرت مثلا عندك مثلا خلينا نقول فرضا 2.1 فولت، هاي نظري انت بالعملية طلعت لك 2 فولت فقط، ف 0.1 فولت هذا ممكن تناقشه وين صار. كان يكون يقول أنا بالعملي ما كنت حاسب المقاومة الداخلية للسورس للمصدر مثلا، هذا مثال دمهم وهكذا يعني، أو مثلا مقاومة الأسلاك ما كانت محسوبة مهملة، لذلك طلع عندي فرق بالنتائج العملية نظرية وهكذا. تحديد المشكلات في التقنيات التجربة والتصميم، مثلا ممكن عندي مشكلة في التقنيات التجربة والتصميم، وبعدين نذكر أهم النتائج يعني والإمكان التعديل عليها في المناقشة. والمناقشة يجب هنا نعطيك بعض النصائح انه لا تكرر النتائج ببساطة والى اخره، من هذا ممكن تطلع عليها. طبعا كلام بسيط جدا ما يحتاج نوقف عليه. نجي على موضوع الخلاصة. الخلاصة طبعا هي نهاية الموضوع، هو انه نهاية التقرير تكتب الخلاصة. الخلاصة شنو هي؟ السرد، موجز. يعني شنو نسميها؟ نسميها يعني اعادة التجربة بشكل موجز جدا. يعني نحاول نعيد التجربة، هي الخلاصة أو يسمون بعض الاستنتاجات تشمل. طبعا من تيجي تحكي التجربة تحكي أول شيء على أهداف التجربة، طريقة العمل الرئيسية، مو تيجي تسردها مثلا مثل ما هي مكتوبة 1 2 3. لا مثلا فرضا نقول إحنا تم ربط مقاومات على التوازي لكذا، فإذا ما كتبت إنه أول شيء نربط المقاومة رقم 1 مع 2 مثل شلون بالبروسيجر، لا نكتب ملخص او مختصر الطريقة اللي انا سويتها، وبعدين طلع اهم النتائج. انا مثلا ممكن طلع عندي في 10 نتائج، لا انا عندي نتيجة مهمة احس بيها في الشيء، يعني هاي نتيجة تبرز دور التقرير، هاي اجي اكتبها قدام تكون بشكل مختصر وواضحة جدا. هذا بالنسبة للنتائج احنا يعني للخلاصة، واهم شيء ماكو تكرار بيها. شو بس هنا بالاخير سوينا يعني اكو في السامري تيبل، هذا جدول ملخص لكل الكلام اللي قلنا. يعني احنا قلنا مما يتكون التقرير من سكشنز، من اقسام. اول سكشن هو التايتل، هو العنوان، قلنا عنوان وحكينا عن العنوان بما فيه الكفايه، وهنا موجوده بعض الملاحظات على العنوان. ثم بعدين شو نقول؟ نقول انترودكشن. طبعا هنا انترودكشن قال كيف ترنا ما تخليك فهم 200 كلمة، حتى دائما انا اجيب الشغلات المفيدة الغير مكررة، التكرار مو صحيح بكل التقارير مو بس بالتقرير العملي. بعد ذلك عندي الماتيريال اند ميثود، انه ايضا في 300 كلمة اخليه مو اكثر، تحاول توصف انت هنا عندك تجربة ومش تتضمن ايش تحتاج من مواد، تحتاج من اجهزة، يعني من مستلزمات اخرى. ثم تجي على الريزالت وهي النتائج ايضا ما تتجاوز 300 كلمة. طبعا هي ما عدا الرسوم، الفيجرز، التيبلز، بس هي كنصوص لا يفترض انها ما تتجاوز 300 كلمة. بعد ذلك تجيك المناقشة اللي تمثل لك هذه تفسيرات قلنا توضيحات اما للفايندينجز. طبعا هنا شنو فايندينجز؟ قاعد اشوفها النتائج هنا تجي. طبعا ليش ما سماها توضيحات للريزالت؟ فرق بين الريزالت والفايندينج. طبعا لما تجي تترجمها هي اثنين تطلع لك نتائج بالعربي،
ولكن عندي الفايندينج هي أهم من النتائج. النتائج المهمة، النتائج اللي هي البارزة نسميها، إذن هي جزء من الريزلت. الريزلت بصورة عامة، والفايندينج حتكون هي برانش فرع معدن. الكونكلوجن طبعا هاي تتضمن 200 كلمة مو أكثر، تحاول. وأخي شيء references إن وجدت طبعا، والأبيندكس أو أبيندكسز يعني اللي هي تشمل الملحقات. مثل هاي شنو فائدتها؟ لربما مثلا عندي ريزلت كلش عالية هواية، مثل تتضمن نقول 5 إلى 6 صفحات، فما أقدر أذهب بالتقرير، يعني تعرفون يعني حيصير تقرير ممل، خاصة أكو بعض النتائج هي مكررة لغرض التجربة، ممكن أنا وين أضيفها بالأبيندكس بالملحق. وبهذا انتهى شرحنا اليوم للتقرير وكيفية إنشاء تقرير عملي. نتمنى أنكم استفدتم من هذه المعلومات، وأي سؤال إن شاء الله نتفقنا في صياغة المحاضرات اللي خاصة بأساس الاتصالات، ممكن يطرح في التعليقات مع في التعليقات الموجودة في الواجب إن شاء الله. ودمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.